كتب حياتي كتبت انا بقلمي وبداية والحبر كان دموع بتنزل من عناية. اول رواية كنت فيها انا الضحية والختم كان انا نفسي اسيب الدنيا دي. انا كاري ام الدنيا مش طايع اعيش في ثانية الضحكة بتطلع فانية والفرح ما بينكم ليش على طول خانتي مسكاني واحزاني على طول هتلاقيني عايش في الدنيا بعاني والحظ حليف ما يجيش بنام عذيب واللي بنام فيه بصحى عليه ببكي في دموع من غير سبب معرفش ليه الضحك غاب عن وشي لما بقيت نسيه يا فرح مالك بزرني عمي في ايه التيبة دي خلاص انساها اصل الناس مش حباها ما نعيش جاحد يا بلاها واستحمل ظن الحب خلاص ده نسيته قلبي الطيب قسيته الخوف من قلبي رميت وبقيت فادي الاحساس ممكن يا صاحبي تفضل معايا وما تسيبنيش وعدني تفضل جنبي دايما وما تمشيش خليك يا اخويا ده انا في حياتي غيرك ماليش يا ابني اللي بينا سنين كتيره وملح وعيش انا صاحبي ده كينج زمانه ولا حد هيملى مكانه ده انا عمري روح علشان ده زميلي ونص التاني انا عندي صعيب في حياتي جنبي في معظم ازماتي ملازمني في كل حالات لو كل الناس بيعات بيعتيني بس انا كنت اكتر حد شريكي طب بالسلامة ما الحياة مش واقفة عليكي خلصت خلاص حبك ده ماضي بقيت ناسيكي من بعد صعبي طلع حد يحب فيكي حبك كان ماضي وفات وانا بعدك مسح الشات صورك في المهملات باي باي امشي وفارقين جود باي با ما ترنيش يا رخيصة ما تلزمنيش من بعدك عادي اعيش حبك كان سم قاسي قلبي اللي كان طيب زمان دارت تنسوه هتشوفوا وشك جد وحش مش هتحبوه عايزيني غلبا زي زمان سامحوني نو صحيته فيا شطاني بستحملوه حسام المدفع على الحن دايما يتربكو باسم عباد كلامه على اللحن ده بيعجبكو التونسي كل يوم بينزل بالجديد توزيعته لما بتسمعوا ادي بتجننكو عمري شبور احذر وبلاش تتحط معاه احمد ابو جمعه يابا محبوب وكل الناس حباه احمد جرزا واجدع صاحب ممكن تلقاه واحمد حاتم سندل يابا حكايته على الله يوسف اسامه يشرف من الدوله بضواحيها محمد سعيد يحضر يقلب عليها وديها المنيب دي خط النار وصعب عليك يابا تخطيها زمان باع رجاله صاحبي وخمسه عليها حصريا على موقع مهرجانات.com